النهارده استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤساء المحاكم الدستوريه والعليا اللي شاركوا في الاحتفالات الدوليه للعيد الذهبي للقضاء الدستوري المصري، وده تم بحضور المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمه الدستوريه العليا. النهارده كان في تاكيدات من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهميه الوعي الشعبي لتعزيز دور القانون والمؤسسات القضائيه بغرض تمكين الدول من التصدي بفاعليه للتحديات اللي بتهدد كيانها واخطار الارهاب والفكر المتطرف فضلا عن صون امنها واستقرارها، وهو الامر الذي يستوجب من المؤسسات القضائيه ان تسهم في الاطلاع بتلك المهمه من واقع المسؤولية. طبعا الاحتفالية الدولية للعيد الذهبي للقضاء الدستوري المصري اللي تمت النهاردة واستقبل السيد الرئيس فيها رؤساء المحاكم الدستورية العليا اللي شاركوا في هذه الاحتفالية الدولية، كان فيها الكثير من الأمور المهمة والبارزة الخاصة بمن ساهم في هذا المجال، وتم طبعا تكريم هذه الرموز. السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال ان الرئيس استهل اللقاء بتوجيه التهنئه للمحكمه الدستوريه العليا المصريه بمناسبه الاحتفال باليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري المصري. اكد الرئيس عن فخره وفخر جميع المصريين بالمحكمه الدستوريه العليا وما تتمتع به من خبره وتقاليد قضائيه راسخه اسست منذ عقود طويله نجحت خلالها في التغلب على العديد من التحديات اللي واجهتها على مر السنوات، وده لإعلاء مبدأ العدالة. وفي نفس الإطار أكد الرئيس السيسي فخره من خلال طبعا التويتة اللي متابعينها مع حضراتكم دلوقتي وبنوزعها على الهواء. أكد السيد الرئيس فخره بالقضاء وبالمحكمة الدستورية العليا وما تتمتع به من خبرة ومن تقاليد قضائية راسخة مهمة منذ عقود طويلة. السيد الرئيس قال في التغريدة الخاصة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، قال انه بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري المصري اؤكد هذا الفخر لي ولكافة المصريين بالمحكمة الدستورية العليا وما تتمتع به المحكمة الدستورية العليا منذ عقود طويلة بمبادئ لا تتجزأ وتغلبها على العديد من التحديات اللي واجهتها على مدار سنوات. التويتة معانا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واضيف ايضا انه النهارده في هذه الاحتفاليه كان في فيلم تسجيلي مهم بالنسبه للمحكمه الدستوريه العليا بمناسبه مرور 50 سنه على نشاه القضاء الدستوري المصري. الفيلم ده كان بيوضح اهميتها، بيوضح التحديات اللي قابلتها. نفتكر كده مع بعض انه جماعه الاخوان الارهابيه في يوم من الايام حصرت هذه المحكمه، وكانت واحده ايضا من التحديات اللي قابلتها. والفيلم كان بيحكي تاريخ هذه المحكمة وإزاي صمدت أمام الكثير من الظروف والمتغيرات، إزاي كان فيها رموز، فيها أساتذة، فيها أسماء لامعة جدا في هذا المجال، وقامات قضائية عظيمة بيستند لها ليس فقط في مصر ولكن في مهمات كبيرة على المستوى أيضا العربي والعالمي. عندنا أسماء عرفت إزاي تسيب بصمتها في الكثير من الملفات الهامة على المستوى المحلي وعلى المستوى العربي أيضا. والنهاردة كان في الكثير من التكريمات لهذه الرموز اللي ساهمت وشاركت في هذا التاريخ. كان في إطار هذا الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء القضاء الدستوري المصري كان في تكريم لرؤساء سابقين للمحكمة الدستورية العليا. جدير بالذكر طبعا أن المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق كان أحد الأسماء أيضا المكرمة، وكان
كل الأسماء أيضا اللي أعطت وأثرت الحياة القضائية الدستورية في مصر، كان ليها النهاردة مساحة في هذا التكريم لرموز المحكمة الدستورية ممن أثروا قضاء المحكمة بأحكامهم ومبادئهم. والتكريم ده طبعا بيأتي اعترافا بالجميل لما منحوه للمحكمة من جهد ليسطروا الأحكام اللي بتعد نبراسا بيستفيد منه القضاء الدستوري على مر الأجيال.